بسم الله الرحمن الرحيم، راح نحكي عن المثال 4-8 اللي هو نتورك برانشينج. عندنا ريزرفوار وفي عندنا الجنكشن بوينت التالية، كانت الشبكة زي هيك. أنا دخلنا من الريزرفوار رسمنا الجنكشن بوينت، عندنا 8 جنكشن بوينت. عندنا المي النقطة الأولى أو الجنكشن بوينت الأولى بتم تزويدها في مي من الخزان. بعدين عندنا من نقطة A للنقطة B، من نقطة B للنقطة C، من نقطة بعدين في عنا نشبكهم بالشكل التالي. دائما في عنا في اخر النتورك بصير عنا مشكله في بعض البايب الاخير، فانت عندك تعرف اي بايب تكتب معلوماته، مثلا بيبدا وين، هو بايب اي دي ستارت عند 13 وبخلص عند النوت 4. ما احنا دخلنا شكل النتورك اللي هو نفس اللي تقريبا شكل النتورك الموجود عندنا، بدنا ندخل معلومات السؤال، كان الريزرفوار هون النقطة من الريزرفوار يرتفع، لو كبسنا عليه سميناه ريزرفوار 1، التوتال هيد هو 50 عن النقطة A. لو بدنا نعرض النقاط نعمل فيو اوبشن لينك ليبل، بدنا النوتيشن، بدنا الاي دي والفاليو، بدناش الفاليو واللينك اي دي، يعني بدنا نعرض قيمة الجنكشن والكل بايب شو رقمه. احنا هنعيد تسمياتهم مش مشكلة، حتى تكون نفس التسميات الموجودة في الكتاب عندنا. لو جينا على النقاط هاي سماها النقطة، لو كبسنا عليها سميناها النقطة A. بنعيد التسميات على السريع، بس أنا مشان بس نكون نفس الكتاب، وهي سميناها النقطة B، وسميناها هاي النقطة عندنا C. راح أنا أعيد أسميهم وأكمل التسجيل، مش حنكمل التسجيل، يعني بنكمل التسجيل الان مستكمل. طبعا احنا لاحظ انت لما تكبس على اي جانكشن هون راح تصير تضوي عندك، حتعرف عن اي واحد. احنا سميناهم زي المثال A B C D G H E F، نعطي معلومات الريزرفوار، قلنا 50 متر الاليفيشن، قلنا كل النقاط نعمل سيلكت اول او سيلكت باي اوبجكت، ممكن نعمل select by group، select object، مثلا نعمل select edit group، ممكن نعمل edit group ونعمل لكل الجروب مع بعض. انا بدي اعمل البروجكت. احنا اول شيء بدنا ندخل الوحدات لتر بير سكند، دخلنا لتر بير سكند، نستخدم هازن ويليام اكويشن بنجربها، او دارسي ويسبك اكويشن بنشوف اني اللي بتعطينا نفس قيم الكتاب. في عنا السلكت كمان الاوبجكت، احنا قلنا لو بدي انا سلكت اول بنسميهم البروجكت اناليسيس، احنا اخترنا لتر بير سكند ولا ممكن الان بدنا ندخل معلومات كل جنكشن بوينت. احنا مضطرين مكان ندخل كل معلومات جنكشن بوينت كلياتهم، الاليفيشن تبعهم صفر والديماند تبع نشوف الجنكشن بوينت اللي عندها ديماند، الجنكشن بوينت اللي عندها ديماند هاي بندخل عليها البيس ديماند 300 لانه هي سحبت 300 لتر بير سكند. عندنا في النقطة جي عندنا في عندنا بيس ديماند اللي هي كل الاليفيشن احنا اخذناهم كل النقاط صفر وترتفع على الخزان، يعني الخزان مرتفع لهم 50 متر. عندنا الكيو هون كان 100 فسجلنا البيز ديماند 100، وعندنا عند النقطة الجنكشن سي في عندنا ديماند اذا بتتذكروا الكتاب كان 50.
وفي عنا ديماند ان النقطة اف اللي هو 150، 150 يعني احنا صار عنا الديماند هون الداخل 300 رايح من هون 50، هون 150 وهون 100، فهون صفر 300 داخل نفس الخارج. الان بدنا نشوف معلومات كل بايب، كان ندخل معلومات كل بايب بايبو. صراحة لانه احنا عندنا البايبات مختلفة الدياميتر، والان لازم ندخل معلومات كل بايب معطي معنا. هسه احنا نعيد تسمية البايبات كمان، بامكاننا نعيد تسمية البايبات من عندك فيو الاوبشن النود فاليو او اللينك فاليو، ممكن نعطيها قديش كمية الفلو في يظهر عندنا الليبل، بدنا اياه السايز والنود من اي نقطة يظهر عندنا. طيب احنا عندنا البايب الاول، احنا راح نسمي البايبات زي ما هو عندنا الكتاب. طبعا هذا البايب الاول اللي هو جاي من الخزان الرئيسي للنقطة A، يعني احنا بدنا نحط طوله متر، يعني الدياميتر تبعه خليه 300. طبعا احنا كل الرفنس كوفيشنت عندنا 0.26، فبدل ما ادخل كل واحد ممكن انا اختار سيلكت اول، وبعد ما ايديت جروب مثلا ريبلي باخذ انا الجنكشن كلياتها، مثلا الجنكشن بدي ايش اللي انا بدي اياه، بدي الاليفيشن مثلا كلياتهم عنهم ريبليس باي صفر، بعمل كلياتهم جنكشن الاليفيشن تبعهم صفر، هو كله صفر. هلا انا ممكن انا عملت سيلكت اول، عملت جروب ايديت، بدي اغير الدياميتر تاع البايبات او اختار بايبس، بدي اختار الرفنس اخليه 0.26، هو كان 12 مليمتر. اوبس انا نسيت احط اوكي، يطلع هون كان 12، فانا بدي اياه بعمل مره ثانيه سيلكت اول، وبعمل جروب ايديت، بختار البايب وبختار الرفنس وبخليه 0.26 مليمتر، بعمل اوكي، راح اغير كل الرفنس لكل البايبات، كل رفنس البايبات 0.26. بضل الدياميتر، هلا انا الدياميتر طبعا البايبات ممكن ايضا اغير، يا اما بايب بايب الدياميتر تبعه او كلياتهم، اذا كانت كل الشبكه نفس الدياميتر بنغيرهم. هون احنا غيرنا البايب، خلينا طوله متر، الدياميتر 300، لاحظ انه اليونت اذا انا نسيت هي في المليمتر، بروح هون وبكبس على اليونت، وبتذكر انه بالاس اي يونت الدياميتر في المليمتر، الدياميتر البايب في المليمتر، يعني 30 سنتي فهو 30 مليمتر. انا افترضت البايب الاول والجنكشن الاولى هون. هلا لو بدنا ناخذ نفس معلومات الكتاب، ممكن انا اسميها تحت، ممكن اسميه البيس او اسميه بيس، وما عندنا مشكله. هذا البايب الاول ممكن اسميه البايب الاول وادخل معلوماته، اللي هو كان اللينك كون طوله 300 متر، الدياميتر تبعه هاي طبعا الارقام ماخذها انا من الكتاب، 30 سم 300 ملم حالته مفتوح، سميته انا البايب الاول في هذا الاسم، وهي معلوماته. شوف البايب الثاني اللي عندنا هون اللي هو هذا بين البي والبي والسي، لو اخذت معلوماته من البي والسي من التكست بوك راح الاقي انه طوله 350 ملم، 350 متر، الدياميتر تبعه كان 200 ملي 20 سنتيمتر مليمتر، فانا دخلت معلوماته. انا حدخل معلومات كل البايبات بعدين، ممكن نسميه انا اثنين يعني ما عندي مشكله، بدخل كل المعلومات البايبات بعدين بنكمل تسجيل زي ما هي موجوده في المثال. راح نكمل الان الحل. طبعا بعد ما دخلت انا معلومات كل البايبات عندي، سميناه هذا سميناه بيس احنا في المثال تبعنا، يعني سميناه بيس او سميناه البايب الاول، ممكن نسميه البايب الاول. بعد ما دخلت معلومات كل بايب، لاحظ 350 طوله والديميتر تبعه 30 سنتي. راح نقارن كل بايب وبوصل النقطة جي مع النقطة اتش. الجي اتش لو جينا على المثال كان 350 200 ملي الدياميتر تبع الرفنس ثابت. الان بعمل رن، بدي اشوف بس اخر شيء قبل ما رن، انا بدي اشوف لتر بير سكند واشوف الايكويشن هازن ويليامز، هازن ويليامز، وبعمل له رن، هو بعطيني واعطاني ايرور، اعطاني وورنينج مسج انه في بعض الاماكن هي فيها صار صفر. بدي اعرض الريزلت،
طلعت الريزلت على النود الديماند والهاي، بعطيني الريزلت على النود. عندنا احنا عند النقطة ايه ما في ديماند داخل، عند النقطة جي 100 و150 و300 الريزرفوار بنقص منه، يعني 300 جهات من الريزرفوار مباشرة. وبروح 150 عند اف، هاي معلومات الديماند والكواليتي. لو بدي اعرض انا معلومات البايبس، سوري، بروح هون بحط النتورك لينك البايب، هاي معلومات البايب. قبل ما احطها مره ثانيه بدي اشوف انا ايش بدي اعرض، النتورك، بشوف ايش المعلومات اللي بدي اياها، بدي الفلو، بدي الفيلوسيتي، بدي الستيتس اوبن ولا مش اوبن، بدي الكواليتي بتهمني او ما بتهمني، رياكشن ريت هون بحطهم بشوف شو بيطلع لي. بدي الدياميتر تاع البايب، اعطيني الدياميتر تاع البايب، اعطاني البايب دياميتر. البايب الاول احنا دخلناه هون لاحظ 50 ملي. بدنا نعرف بس راحت هيها. هاي معلومات هاي معلومات البايب نتذكرها نحن. اوبس، البايب الاول، البايب الثاني اللي هو هاي موجود عندنا هون، ايوه البايب الثالث. لو بس انا بكبس عليه هون ببين معي، مثلا هون هذا البايب اللي هو بوصل بين النقطتين ال A وال B. فعندك الفلو تقريبا طلع عندك بيطلع 88.4. لو شفت انت اخر الريزلت راح يكون تقريبا ارقام مقاربه لهم. طبعا الكتاب عارض 2 ترايل، لو انت كملت راح يطلع لك هذا الارقام الدقيقه بالضبط. هيك بكون حليت الشبكه بالضبط، اوجدت الفلو في كل بايب، بتوجد الفيلوسيتي وبتوجد اليونت هيد لوس متر بالكيلومتر. بدك الفريكشن فاكتور، بدك الريكشن ريت، هاي ما بتهمنا. هاي هي المعلومات اللي لازمانا للشبكه، يكون حليتها. ولحديت هون، يعطيكم العافيه ويسلموا.